في إطار الدينامية التي يشهدها المغرب في تطوير بنيته التحتية وخاصة الطرقية ضمن سياسة المشاريع الكبرى، تم إنجاز الطريق السيار الرابط بين مدينتي الجديدة وآسفي على طول 142 كيلومترا وبقيمة استثمارية بلغت 4,260,000,000 درهم. ويشكل هذا المحور الجديد من الطريق السيار الذي انتهت أشغاله في يوليوز من سنة 2016 وفتح أمام حركة المرور امتدادا طبيعيا لشبكة الطرق السيارة على الواجهة الساحلية الغربية بين شمال وجنوب المغرب، وحجر أساس جديد في خط الطريق السيار الساحلي شمال جنوب بين مدينة طنجة ومدينة أكادير. أسفي وجديدة، طريق لوطوروت مزيانة، العادية لا. ولينا كنختصروا الوقت، كنمشيو مرتاحين مفوجين، تلقاو الستاسيونات مزيانين، زعما الحمد لله احسن من قبل. صحاب الطاكسيات دابا تيفضلوا روطوروت على العاديه، تقول لي العادي ما يمشيش فيها. وتكمن أهمية هذا الطريق السيار الجديد الذي تم إنجازه على 4 أشهر في الدور الحيوي الذي سيلعبه في الربط بين جهة الدار البيضاء وجهة دكال عبدة وباقي الجهات المحيطة بهما. إضافة إلى ذلك، سيساهم هذا الطريق الذي يتضمن 6 بدالات طرقية في الزيادة من تدفق الأنشطة الاقتصادية ما بين قطب الدار البيضاء ومنطقة الجرف الأصفر، وكذلك مدينة آسفي التي تستعد لافتتاح أكبر ميناء للفوسفات والمعادن والفحم، دون إغفال مدينة الصويرة السياحية التي تحتوي على ميناء للصيد البحري. الوقت الذي كتمح الوقت مزيان، وكتمشي في الطريق كتمشي مرتاح، غادي في السرعة ديالك الكافية. لافونتاج كات ديال لوطوروت انها كتخفف الضغط على الناسيونال، زياده على انها كتختصر شويه الوقت وكتختصر شويه الطريق. خصوص لو كنتي مشارجي ولا خاوي خاطرش مع العادي ميهم شويه، كاين مشارجي تكون الكاميو عنده حموله زايده شويه تتلقى الراحه ديال الشيفور. وسيفك هذا الطريق الذي يتضمن 140 قنطرة وجسرا ومحطتين للاستراحة العزلة عن عدد هام من الجماعات، على رأسها جماعات سيدي اسماعيل وسيدي بنور، ويعزز الربط على الساحل الأطلسي إضافة إلى تنمية السياحة خاصة بين مدن الجديدة والوالدية والصويرة. بغينا المغرب كله إن شاء الله، ماشي غير ما بين الجديدة وأسفي، بغينا إن شاء الله المغرب كله يتعمم. وزيادة على التهيئتين الترابية والمجالية وفك العزلة وتعزيز الربط بين جهات المملكة، سيمكن الطريق السيار الجديد آسفي من تقليص المدد الزمنية وتخفيف الكلفة المادية والبيئية مع تخفيف الضغط عن عدد من المحاور الطرقية، وكلها عوامل أساسية لتحسين دينامية وفعالية الأقطاب الاقتصادية الجهوية والرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية عبر تيسير سيولة حركة نقل السلع والمسافرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المنطقة ذات الإمكانات الاقتصادية المهمة.